مساء الخير. تزور ميلوني ليبيا مرة ثانية، وهذه المرة تلتقي المشير حفتر بعد دبيبة، أي بما معناه أن صدر روما اتسع للغرب والشرق معا. فما دلالات هذا التوسع الإيطالي في هذه المرحلة المتقلبة؟ وأي ملفات ستطرحها ميلوني في الرجمة؟ نناقش في هذه المساحة الأمر الواقع الذي أصبحت تتعامل وتعامل به الأطراف الليبية منذ سنوات، وما الذي تحمله حقيبة رئيسة الوزراء الإيطالية من ملفات متعلقة بالبلد المتأزم سياسياً؟ وهل أهداف ميلوني الاقتصادية هي ما دفعتها للاقتراب من الشرق؟ أم هناك أسباب أخرى ستكشفها قادم الأيام؟ الهجرة غير الشرعية تهز مضاجع أوروبا وتؤرق إيطاليا على وجه الخصوص، فتجعل من رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني تكثف من زياراتها إلى المنطقة. فبعد زيارات مكوكية مكثفة أدتها إلى تونس، تحل هذه المرة على ليبيا في سعي منها لنزع فتيل أزمة المهاجرين، بعد أن اتهمت بعجزها عن حل مشاكل الهجرة بعدما انتخبت على هذا الأساس. لقاءات مكثفة إذن، وعلى أعلى المستويات في ليبيا مع الجانب الإيطالي، في إطار مسعى جدية من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيه، وذلك عبر عقد علاقات وثيقة مع دول عبور المهاجرين. ففي ليبيا مثلاً تصر إيطاليا على التعامل مع شرق البلاد وغربها رغم درايتها بالانقسام، حيث قالت وسائل إعلام إيطالية إن ميلوني ستجري محادثات مع الطرفين المتنافسين في طرابلس وبنغازي. تزيد وسائل الإعلام على ذلك وتقول إن زيارة جورجيا ميلوني إلى ليبيا تأتي في لحظة حرجة مع الجمود السياسي الداخلي الذي زاد من تعقيده استقالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، مما يبطئ العملية التي تعمل بها الأمم المتحدة بجد من أجل تحقيق الاستقرار، مع تأكيد الثقل السياسي الدبلوماسي الكبير لروما على ليبيا. يربط الكثير توقيت زيارة ميلوني إلى ليبيا بمبادرات التكتل الثلاثي ورغبة روما في استغلال الوضع خدمة لمصالحها الوطنية. يتعلق الأول بكل ما ذكر حول مسألة الهجرة، فيما يتمثل البعد الثاني في خطر النفوذ الذي بنته تركيا في غرب البلاد. لذلك تسعى روما إلى ضرورة ألا تفقد الاتصال مع ليبيا، مع المحافظة على دورها النشط ومواصلة الاتصال مع جميع المحاورين بهدف تحقيق الاستقرار. جد الترحيب بكم مشاهدينا. اسمحوا لي أن أرحب أيضا بضيوفي خالد شوقي، نائب سابق في البرلمان الإيطالي ومدير الشبكة الإيطالية للدبلوماسية، أيضا عادل الدباشي خبير في العلاقات الدولية، وأيضا طلال خريس مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الصداقة الإيطالية العربية، وأيضا عبد الله العبيدي الدبلوماسي التونسي السابق. أشكركم ضيوفي الكرام وشكرا لكم على تواجدكم في هذه المساحة. لعلي أبدأ معك سيد عبد الله العبيدي، يعني سباق مكثف من الزيارات الأوروبية لليبيا ولقاءات على أعلى المستويات مع المسؤولين، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن دوافع إعادة النشاط الأوروبي تجاه ليبيا، يعني سواء عبر الاتحاد الأوروبي نفسه أو دول أوروبا آخرهم زيارة ميلوني لطرابلس اليوم وبنغازي أيضا. بكل بساطة الأمر ليس كذلك. الأمر اليوم احنا يعني نرتقب انتخابات أوروبية، ونعرف أن ميلوني تمثل أقصى اليمين، ومشكلة الهجرة هو في النقطة الأولى والوحيدة تقريبا في جدول أعمال اليمين المتطرف في أوروبا، وميلوني توظف بلدان محيطها الجغرافي، بلدان محيط إيطاليا الجغرافي في حملتها الانتخابية. أتت إلى تونس قبل أسبوعين لساعتين يعني لا أكثر، مجرد أنها التقت برئيس الجمهورية وطارت يعني مباشرة إلى بروكسل، عاصمة بلجيكا، لاجتماع أوروبي شامل. هذا يعني توظف المحيط ل يعني حملتها الانتخابية يعني الانتخابات الأوروبية القادمة. ونعلم أن هناك تنافس بين فرنسا و إيطاليا حول المحيط الجغرافي لأوروبا المباشر، يعني جنوب البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لعموم الأوروبيين. ونعرف التصريحات المعادية لفرنسا والتهجمات على فرنسا، ما حمل ماكرون قبل بضعة أشهر إلى سحب سفيره من روما لمدة أسابيع.
بحيث اليوم بالنسبة لليبيا أو تونس لا تجني شيئا من هذه المهزة التي تدور. وسبق لي يعني 30 جوان 23 أن طلب من الرئيس قيس سعيد في مقال صحفي مطول يعني أن يضع حد لهذه المهزة الأوروبية بالنسبة لمحيطها وبالنسبة لتونس. والمشكلة أنه الطرف العربي يعني الجزائر وتونس وليبيا ومعهم مصر طبعا لم يحددوا بعد يعني برنامج للتعاطي مع الظاهرة، لا أقول التصدي، على الأقل التعاطي، ربما فيها منافع، لكن المفروض أنهم يلتقيوا مع بعضهم بعض العرب بالمنطقة ويحدوا يعني أجندة يجابهون بها الهجمة الشرسة بخصوص الهجرة. وتونس اليوم فيها عشرات الآلاف من أفارقة جنوب الصحراء، ويعني برزت العديد من المنظمات غير الحكومية ما يسمى بالمجتمع المدني بين ظفرين التي تدافع على هذا على هذه المجموعة من ناحية. ومن ناحية أخرى صرح رئيس الدولة قبل ساعات أن هناك ملايين من الدولارات تغدق على هذه المجموعة للاستيطان. وقع اكتشاف ممثلة إفريقية ليست من النوع الذي يهاجر بين هؤلاء المهاجرين يعني لخدمة أجندة معينة، بحيث هذه هجمة شرسة على المنطقة بتاعنا والمفروض أن نجابها لأنها فيها كذلك نوع من العداء المبطن. نعم، يعني حضرتك تقول أن تحركات ميلوني كلها تأتي في سياق يعني توظيف يعني دول المحيط لحملتها الانتخابية القادمة. طيب اسمح لي ضيفي، أشرك ضيفي في الجهة المقابلة سيد طلال خريس. دعنا إذا يعني ما تعمقنا أكثر في حزب ميلوني، يعني نتحدث عن حزب إخوة إيطاليا، هو حزب وريث للتراث الفاشي وبالتالي هو يحمل أيديولوجيا متشككة تجاه الاتحاد الأوروبي يعني بدون رغبة في الخروج عنه. وحتى عندما نادت السيدة ميلوني بالوحدة الأوروبية بيّنت عزمها على إنشاء اتحاد أوروبي يتماشى مع الجذور اليهودية المسيحية لأوروبا ويدافع عنها. هل هذه الخلفية يمكن أن تجعل إيطاليا ضلع مشارك ومتعاون مع أوروبا بالعموم؟ يعني هناك أسباب مختلفة تدفع إيطاليا للتقرب أكثر من ليبيا. ليست المرة الأولى التي تقوم بها حكومة إيطالية بإصلاح العلاقة مع ليبيا وتطوير العلاقة مع ليبيا. أنا أرى الأمر بالشكل التالي، أن إيطاليا وليبيا هم بلدان توأمان، يعني بلد يكمل الآخر، خاصة في الظروف التي تعيشها اليوم أوروبا والحرب الأوكرانية. يعني إيطاليا تجد في ليبيا بديل عن خسائر كبيرة في مناطق أخرى. يعني لو كان هناك تكامل اقتصادي بين ليبيا وإيطاليا لكان البلدين في أحسن الظروف. ولكن أريد أن أشير مسألة، أنا تابعت العلاقات الإيطالية الليبية منذ 40 سنة تقريبا، أنا مراسل في روما منذ 40 سنة وتابعت هذه العلاقات وهي علاقات مهمة جدا. أنا أعتقد أيضا بأن الحكومات الوسطية والحكومات اليسارية التي كانت تأتي إلى ليبيا كانت دائماً تلوم الاستعمار الإيطالي، أي اليمين الذي أفرز اليوم يمين جديد تأتي منه ميلوني. فأنا أعتقد بأنها فرصة كبيرة لليمين الفاشي سابقاً لإصلاح ما قام به الاستعمار واستعادة العلاقة مع ليبيا. نحن لا نتكلم عن دولة فقيرة، نحن نتكلم عن ليبيا دولة قريبة جدا وهي زبون اقتصادي، شريك اقتصادي أساسي بالنسبة لإيطاليا، وهناك شعبين مرتبطين ببعضهم البعض كليا. يعني حتى الذوق الليبي، الأكل الليبي، السياحة الليبية يقوم بها في إيطاليا، وهو لا يحب بلد آخر مثل إيطاليا. يعني
والإيطاليون أيضا يحبون ليبيا لأنه بلد قريب لهم، وبلد هناك الشمس فيه، وبلد يوفر إمكانيات كبيرة جدا لو تحقق الاستقرار. لذلك تقوم إيطاليا بزيارة الشرق والجنوب، يعني زيارة الحكومتين في ليبيا، لأن وحدة البلاد واستقرارها يمكنها من مكاسب كبيرة جدا. تصبح ليبيا دولة كبيرة، مكاسب اقتصادية حضرتك تقصد أستاذ طلال، صحيح؟ نعم، دولة مستقرة لديها كل المواد الأولية التي تساهم في عجلة الاقتصاد الإيطالي. أعتقد أن البلدين بلدين توأمين، يختلف وضع ليبيا وإيطاليا عن أي دولة عربية أخرى. ولكن يغيب عن إيطاليا أمور أخرى، دعني أشرك بها ضيفي سيد عادل الدباشي. سيد عادل، رئيس الوزراء الإيطالية تكررت زياراتها لليبيا بشكل أكثر، يعني يعتبر نسبيا من أسلافها، ومع اعتبار الخلفية اليمينية للسيدة ميلوني واضح حصر اهتماماتها في قضية الهجرة غير الشرعية فقط. يعني كثير من التحليلات ترى أن المقاربة الغربية لمكافحة الظواهر مثل الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة والهجرة أيضا تصدر عن استراتيجية تتجاهل الانقسام السياسي واختلال المنظومة الأمنية كأساس الإشكال وأيضا السبب الحقيقي فيما يحدث. يعني ما تعليقكم؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبه للعاملين التأكيد هم شغلهم الشاغل الوحيد هم الهجره غير الشرعيه، لا عندهم اي برنامج ولا عندهم مصلحه باش يقدموا حاجه للوطن ولا حاجه لليبيا ولا حاجه لتونس ولا حاجه لدول المغرب العربي. هم عندهم شغلهم الشاغل هو الوحيد هو الهجره غير الشرعيه، لان ايطاليا هي المنفذ الوحيد اللي عن طريقها يكون الهجره غير الشرعيه تنطلق منها ايطاليا، ومن ايطاليا تكون على اتجاهها فرنسا المانيا لدول اوروبا باقي دول اوروبا. فلذلك ايطاليا هي الراعي الرسمي للاتحاد الاوروبي، وحتى في الدعم الاستراتيجي يجي بالاتحاد الأوروبي يدعموا في إيطاليا في شخص في إيطاليا، وإيطاليا تحاول تعطي فتات للدول العربية طبعا، أو سيارات أو زوارق رقابة ما يشابه ذلك. فبالتالي لما نرجع للعملية، العملية سياسية بحتة، والعملية الهجرة غير شرعية هي الأساس، لأن هم بعد الاتفاقية يقول لك دينا اتفاقية تعليم صحة وكذا وكذا. الطريق نتاع مساعد لرجدير من 2008 اتفاقية ولم ينفذ إلى اللحظة هذه. فبالتالي ما فيش برامج، لا في استثمار ولا في ثقافة ولا في برنامج تعليم ولا في طب ولا في. عندهم مشكلة الوحيدة لأن كيف يسكروا المنفذ اللي هو من عن طريق ليبيا، لأن ليبيا هي بوابة أفريقيا وهي بوابة أوروبا في نفس الوقت. فبالتالي لازم يحاولوا يشكلوا برنامج يكون لصالحهم. فبالتالي هم أربع زيارات لتونس، وقيس سعيد كان رئيس، قيس سعيد كان فاهم الوضع متاعهم المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لم يكن معهم، فلذلك كانت عندها منذ أسبوعين نفس الشيء كان في تونس. وبالتالي في 28/1/2023 دارت زيارة لليبيا وعملت دارت اتفاقية ب 8 مليار دولار مع شركة إنيغاز العقد لمدة 25 سنة، وهذا مواضيعهم هم. فبالتالي ديما مواضيعهم هم المهم، الحاجة اللي كيف هم باش يحاولوا يحموا أنفسهم من الحفاظ على مصالحهم يعني. بصراحة مش شخصية، ما عندهمش أشوف. يقول لك الدعم السياسة في ليبيا ولا دعم ليبيا، لو في دعم سياسي في ليبيا حيكون دعم ليبي ليبي، فما نبدوش نكذبوا على بعضنا. إيطاليا، فرنسا، أمريكا، بريطانيا ما عندهمش علاقة بينا، عندهم علاقة باش يدخلونا في نفق مظلم، ولو في نفق مظلم داخلين فيه من 10 سنوات. ما فيش حتى دولة حاولت أن هي تمد اليد المساعدة، ما كلها كذب. ما فيش المواضيع هذه، مواضيعهم شخصية، كل دولة تجبد الروحة دولة. وبعدين نرجع للأوضاع الاستثمارية ليبيا. ليبيا وليبيا زي ما قال الخرباش قبل الشخص هذا من السيد من إيطاليا، طبعا ليبيا مستعدة تدير علاقات مع جميع دول العالم. ليبيا دولة غنية والعالم كله ينظر لليبيا. ليبيا شوية تتركز الوطنيين والشرفاء يتلفوا حول الوطن، حتكون ليبيا ولا دولية. واضح جدا. ابقى معي سيد عادل أشرك ضيفي. سيد خالد شوقي، يعني ميلوني التي جاءت وحزبها للحكم تحت شعار فشل اليسار والوسط في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية تجد نفسها تكرر نفس الفشل وعلى رأس حكومة يعني أقصى اليمين. إلى أي حد يشكل هذا الهاجس ضغط مصيري في بلد تغيرت فيه الحكومة بشكل قياسي نسبة للدول الأوروبية يعني في الفترات السابقة؟
نعم بالتأكيد هذا تحدي كبير بالنسبة لحكومة ميلوني، وكانت هناك محاولات عدة. طبعا هناك مقاربة جديدة الآن حاولت ميلوني من خلالها أن تفتح صفحة جديدة مع دول الجنوب وخصوصا مع تونس وليبيا، وهي عن طريق ما يسمى بمخطط ماتاي، يعني هذه الرؤية التي تريد أن تضيف أيضا برامج للتنمية الاقتصادية وللتعاون في مجال التعليم وتكوين الكفاءات. فأنا أعتقد وأكون ربما خارج يعني مختلف مع بعض من تدخلوا قبلي، أن هناك أيضاً أولويات جيوستراتيجية لليوم أوروبا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، وخصوصا ما هو محاولة يعني محاولة مقاومة الوجود الروسي التركي خصوصا والروسي خصوصا في ليبيا، ومدى تأثيره على الوضع في أفريقيا والساحل بشكل عام. نحن نعلم أن من بين المحاور التي ناقشتها ميلوني خصوصا في بنغازي مع خليفة حفتر هي موضوع وجود القوات الأجنبية، فليس هناك بعد فقط طبعا الهجرة غير الشرعية، ولكن هناك أيضا طرح سياسي تتكلم به إيطاليا في هذه الحالة باسم أيضا الحلف الأطلسي وباسم دول أوروبا في ضرورة الحفاظ على وقع تأثير أوروبي وأمريكي وإبعاد الروس في على هذا الوسط. مبادرة ماتاي تحاول أن يعني تقوم بمحاربة جديدة في موضوع الهجرة مقابل تنمية اقتصادية، ولكن ربما الموارد الموجودة على مستوى أوروبا اليوم في دعم هذا الاقتصاد خصوصا في دول أفريقيا ودول الساحل هو يعني قليل جدا، فلا يمكن الملايين من المهاجرين الذين يطلبون اليوم الامن والسلام في اوروبا فقط بمنتجات وبقضايا مثل التي تقوم بها اوروبا، وهذا ما سيكون فشل في هذه المبادره للمواطنين. نعم طيب أذهب أعود مجددا معك سيد عبد الله، يعني نحن الآن نشاهد عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط وهو النسخة الثانية من عملية صوفيا، يعني سيدة ميلوني هي صاحبة اقتراح منع المغادرة من شمال إفريقيا وحذرت من الاستبدال العرقي في أوروبا بفعل الهجرة طبعا، ووقعت أيضا اتفاقية مع ألبانيا لتسكين مؤقت للمهاجرين هناك، معتبرة بالنسبة للحقوقيين هي كارثة يعني بالنسبة للمنظمات الحقوقية. هل هذه الحكومة الإيطالية بهذا المنظور هي مؤهلة فعلا لعلاج قضية الهجرة عبر المتوسط برأيك؟ لا ليست مؤهلة، وكل ما نلاحظه هذا ما يقوله يعني شركائها في أوروبا أنها تريد توكيل أو بلدان خارجية ما يسمى بالفرنسية اكسترناليزاسيون، يعني تكليف جهات خارجية بحل المشكل يعني مقابل فتات. احنا نحب نذكر انا اشاطر تماما ما تفضل به الاخ عادل، يعني بطريقه غير مشروطه اوافق تماما على طرحه، لانه نعرف الحكومات الغربيه لا سلطه لها على القطاع الاقتصادي، كل ما في الامر انها تواكب تحركات اقتصاديهم ورجال اعمالهم بالتشريعات وبالاتفاقيات الدوليه لضمان استثماراتهم خارج حدودهم، لكن لا تستطيع وليس لها قطيع اقتصادي او سياحي او الى غير ذلك للاذن لرجال الاقتصاد عندها بالاستثمار في البلد هذا او ذاك، هما يعرفوا اكثر من الحكومات نتاعهم، كل ما في الامر هما يذهبون عبر لوبياتهم الى حكوماتهم لمواكبه تحركاتهم خارج الحدود بتراتيب وبقوانين وباتفاقيات دوليه او بالاسناد المالي. احنا شفنا انه تونس منذ 3 سنوات وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على 1.9 مليار دولار، ونعلم ان اوروبا هي مسيطره مع امريكا طبعا، لكن اوروبا المدير العام لهذا الصندوق هو دوما اوروبي، ولم تستطع ايطاليا يعني او بلدان اوروبا الاخرون يعني لحمل هذا الصندوق على منح هالمقدار المالي اللي ليس بالكبير. احنا شفنا كيفاش عاونوا الامريكان عاونوا اوكرانيا ب 61 مليار، شفنا في اسرائيل الى غير ذلك. هم كل ما في الامر ان ليبيا ما تهمهم الا كحاجز كسد منيع للجريمه المنظمه عبر الحدود او للهجره الغير النظاميه الى غير ذلك، وكخزان طاقه نفط وغاز، كل ما عدا ذلك لا يهم الإيطاليين. وهذا الأمر
نفس الامر بالنسبه لتونس وبلدان المحيط محيطهم العربي. وليبيا ليس مثل تونس ومثل الجزائر ليس لهم الوزن الكافي لان تكون لهم اجنده خاصه بهم، اذا كان ما ينسقوش اعمالهم ويذهبون الى اوروبا بخطه يعني مشتركه لا يستطيعون الوصول الى نتيجه. وبالنسبه لليبيا لن تستقر ليبيا طالما ان المعادله لاقتسام الكعكه بين قوى الهيمنه في الاقليم وفي العالم ما استقرتش المعادله هذه لتقاسم يعني الفوائد. هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه كل اوروبا والعالم الغربي يعلق من هنا فصاعدا الامال على افريقيا، ونعرف ان تونس وليبيا هي بوابه، هما بوابه يعني افريقيا ما وراء الصحراء. كل ما في الامر انه جسر عبور ولا اكثر من ذلك. طيب نبقى في ليبيا واذهب بهذه النقطه لسيد طلال. يعني مره اخرى ميلوني تبدو علاقتها بحكومه الوحده جيده للغايه، لكن منذ سنوات اختارت ايطاليا تعدد علاقاتها بالاطراف الليبيه والتعامل مع الطرفين. لماذا تغيرت المقاربه الايطاليه الليبيه برايك؟ انظري، ايطاليا دائما هو بلد توافقي. ايطاليا ليست دوله عظمى وليست لديها حكومات يعني ممكن ان تتخذ قرارات استراتيجيه، فهي تتبع سياسه توافقيه. يعني على سبيل المثال سفيره ايطاليا في لبنان تتعاطى مع 18 طائفه دينيه وتتعاطى مع جميع الاحزاب اللبنانيه، لانها تعتقد بذلك بانها تقوم بعلاقه متساوية مع الجميع تضمن لها دور أنشط. يعني طبعا هي إيطاليا تنطلق من الواقع، لابد من القول بأن إيطاليا تعرف جيدا ليبيا. يعني أكثر دولة أوروبية لها علاقة بليبيا هي إيطاليا، وليبيا تعتبر بالنسبة لإيطاليا جسر كما قال الزميل لكل أوروبا. يعني أنا لا أعتقد أن مسألة الهجرة هي المسألة الأساسية، لأن هذه السنة انخفض إلى النصف عدد المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية. إلا كل ما في الأمر بأن من ناحية ميلوني هي في حملة انتخابية وتريد أن تظهر إلى أوروبا بأنها تمسك بلدان أوروبية بيدها، ومن ناحية أخرى هو فرصة جديدة لليمين لإعطاء صورة جيدة عن اليمين الجديد تختلف عن الاستعمار الإيطالي لليبيا. بل أنا دائما أركز على المواضيع الاقتصادية. يعني إيطاليا ليبيا رغم كل الأوضاع التي تعيشها هي شريك اقتصادي أول لإيطاليا، ولا ننسى أنه في سنوات الثمانينيات والتسعينيات كان هناك آلاف الشركات الإيطالية التي تعمل بليبيا. هناك عقلية قريبة جدا، يعني عقلية الإيطاليين أقرب لليبيا من أي دولة عربية ثانية. يعني هناك تفهم للوضع، هناك معرفة للتعامل. الليبيين عندهم خبرة كبيرة بالسوق الإيطالي، والإيطاليين عندهم خبرة كبيرة بالسوق الليبي. يعني هناك خصوصية بالعلاقة بين إيطاليا وليبيا. طيب أذهب وأعود معك ضيفي سيد عادل الدباشي، يعني بخصوص زيارة ميلوني لبنغازي اليوم، يعني حسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن زيارة ميلوني لحفتر جاءت يعني لتطلب منه خفض الوجود الروسي، هل منطقي برأيك هذا الطرح وهي تعلم العلاقة الوطيدة بينه وبين موسكو؟ وما التأثير الذي تمتلكه إيطاليا اليوم لكي يقبل المشير طلب كهذا؟ غير منطقي، هذه سياسة، وكل واحد شنو يبي يتكلم ويجيب من اللي يبي كلام يقوله. بالنسبة للحفتر لازم المشير خليفة حفتر لازم باش يديروا له زيارة، كونه زاروا طرابلس يزوروا خليفة حفتر، لأن الشرق مستحوذ على 75% من ليبيا.
فبالتالي لازم زيارة حتكون غادي لهم في لحظة باش تكون في تقدم في برنامج يتوحد في 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 يعني يعني دافع ميلوني برأيك يكون اقتصادي فقط؟ ما لا لا مش اقتصادي، لا 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 ما فيش اقتصاد، كلمة اقتصاد بالله نحفظها، يعني طول ذلك اقتصاد وليبيا وإيطاليا أقرب من الدولة العربية. شوف نخش في موضوع طبعا خارج الموضوع هذا، أي جمعيات وأي منظمات تعمل توصل تديرها في أوروبا تحاول يجبدوا أوروبا، ينسى حتى أنا راح عربي، يعني الأوروبيين ما عندهمش علاقة بينا كعرب، احنا كعرب لازم نتوحدوا في أنفسنا باش نقوموا بالواجب، لولا لم نتوحد ونكون كلمتنا واحدة يخشوا علينا زي ما يبوا. الهجرة غير الشرعية هي الشيء الرئيسي والشيء اللي هو يسبب قلق للاتحاد الأوروبي بلا منازعة، ما فيش حتى حد يقول لك لا في استثمار، أي اقتصاد بالوضع الراهن والوضع الأمني الليبي والوضع الهش اللي في ليبيا، علاش ما الآلاف المهاجرين غير شرعيين في تونس، علاش مش في الجزائر، علاش مش في المغرب، علاش مش في ليبيا، لأن ليبيا غير آمنة، ما يقدروش يوفروا لهم الأمن والأمان، فبالتالي حاولوا يديروا معسكر للاجئين بتونس. الرئيس قيس سعيد رفض، من ايامات المرحوم الباجي قايد السبسي كانوا يخدموا على الموضوع وفشلوا، حاولوا في ليبيا نفس الشيء ما لقوش اجابه، فبالتالي يحاولوا بشتى الطرق كيف حاولوا. انت لو تشوفي في اوروبا تشوفي الافارقه وتشوفي العرب اللي موجودين والسوريين والشيء اللي موجودين، معناها ما فيش حد راه في اوروبا، باش نكونوا واضحين، ما ندور في اوروبا وعارف اوروبا، ما فيش شخص، ما فيش دولة اللي تقدم للعرب ولا الأفريقيين زي الدولة الألمانية، الدولة الألمانية الوحيدة اللي فيها حقوق وفيها ضمانات وفيها برنامج معناها لا يوصف. بالنسبة للدول الأخرى زي فرنسا وزي إيطاليا ما عندهمش علاقة، حبس قال كيف يرحلك يرحلك، ما لقاش كيف يرحلك ما يهمش فيك. أما هم مشكلتهم شغل مش شاغل، وحتى في الاجتماعات الاتحاد الأوروبي في ميزانية ترصد للهجرة غير الشرعية، الميزانية هذه تاخذها الدولة الإيطالية، والدولة الإيطالية بعدين ها وزير الداخلية ينتقل إلى تونس ينتقل إلى ليبيا يشوف شن بيعطي والبقية اللي مهم، وهذا البرنامج اللي ماشي، ما فيش حاجات يجيك دعم. علاش ما يكونش الدعم الاتحاد الأوروبي لما يديروا برامج الاتحاد الأوروبي؟ عندنا مندوبين في تبع الاتحاد الأوروبي كليبيا وكتونس وكغيرها غير، علاش ما يكونوش هم رأس حربة لنا ليبيا وتونس هم يمثلوا الاتحاد الأوروبي؟ لأن لولا تكون العملية سلسة تكون العملية جدية حتشوف شين يصير، لأن بتكون الدعم كبير من الاتحاد الأوروبي للهجرة غير الشرعية. من يشك الملفات ومن أصعب الملفات الموجود دي ما يطرح على الطاولة هو ملف الهجرة غير الشرعية بدون منازع، ما فيش حتى واحد يقول لك لا عملية سياسية ولا توحيد، لا عندما يوحد التوحيد الليبي لازم يتوحدوا مع بعض، فبالتالي توقف ليبيا حتشوف في ليبيا حتكون كيف تكون. اما باش نجون نلخصوا الموضوع في كلمه وبعجاله، ما نحاولوش نقول اقتصاد لا تعليم لا صحه، هذيك بنود هكي سياسيه نحطوها، والثقافه تعليم وقع زوز وزراء قاعد زدار الطاوله وكذا وكذا وقعنا، ايش وقعت؟ في البلاد على شيء اساس توقع انت؟ وش اللي توقع فيه؟ التوقيع الصحيح اذهب بهذا التساؤل سيد عادل، أشرك ضيفي سيد خالد شوقي. سيد خالد، يعني زيارة ميلوني لبنغازي وهو يدل على موقف سياسي تريد به إيطاليا إعلان انفتاحها على الشرق، هل سيكون هناك صفقات وتوقيع عقود وتعاون اقتصادي؟ وهذا الأمر الذي يعني لا يتفق به ضيفي سيد عادل، ويعني كما حدث مع حكومة الغرب ووقعت معهم اتفاقات، أم هو تسجيل موقف سياسي فقط لا غير؟ كيف نفهم انفتاحها على الشرق؟ هي الدباشي زميلي خبير في العلاقة الدولية، والعلاقة الدولية مبنية على مصالح مشتركة ومتبادلة، هذه يعني المصالح يستفيد منها إيطاليا وأوروبا، واستفادت وستستفيد منها أيضا ليبيا ودول الجنوب المتوسط. مثل بسيط، مثل فيضان في المنطقة الشرقية الذي أسفر عن الآلاف من القتلى، إيطاليا كانت من الدول التي ساهمت قوة في الدعم والمساعدة، هذا جزء من هذا التعاون والتنسيق. أنا أقول أن لا يمكن أن تكون أنها نظرت فقط يعني التآمري، ولكن هناك أيضا مصالح مشتركة افترضت عليها الدولتين، هناك اتفاقات أمنية، هناك عمل للحد طبعا من الهجرة غير الشرعية الذي أيضا هو في مصلحة ليبيا، وكانت الملايين من اليوروهات التي صرفت في هذا المجال وسيرت من طرف وزارة الخارجية في طابلو. أنا أقول أن إيطاليا وأوروبا طبعا تتحمل المسؤولية، ولكن أيضا يجب أن نسعى اليوم للأسف الشديد حكوماتنا العربية التي ليست دائما كانت في فرض وجودها في موضوع التفاوض مع أوروبا، اليوم في أن تفحص وجودها وتحط شروطها، وأيضا
يعني كلها برمجه وتخطيط لمعالجه هذه المشاكل. فاعتقد ان زياره الشرق من طرف ميلوني هو تجربه كما تفضلت سيدتي نقطه سياسيه لان ايطاليا واوروبا ينبغي ان تثبت اليوم ان هي لا تترك مكان لروسيا في المنطقه الشرقيه، وايضا هناك محاوله لدعم موقف سياسي موحد ليبي لايجاد يعني حكومه موحده. فهذه ايضا من بين الاهداف لهذه الزياره تدعو لايجاد ربما حل بين مجلس النواب في الشرق وبين المجلس الاعلى في طرابلس، لايجاد حل في بناء برلمان حكومه مؤقته يعني موحده. وطبعا موضوع الجنوب الليبي الذي نعرف ان خليفه حفتر الذي يسيطر عليه اليوم هو محوري اساسي جدا فيما يخص مكافحه الارهاب وايضا ملف مكافحه الجوارح الشرعيه. فهناك برامج اوروبيه اليوم لتامين ومراقبه هذا الحدود، وطبعا المحاور الاساسي في هذه العام هو حفتر وليس حكومه طرابلس التي لا تملك السيطره على كل تلك المناطق. فانا اعتقد ان ليبيا وايطاليا لهم مصالح اقتصاديه اليوم، اول شريك تجاري لليبيا ورجال اعمال الليبيين لهم علاقات وطيده مع ايطاليا على المستوى الاقتصادي. هناك خط طيران الوحيد بين ليبيا واوروبا من خلال طائره من روما الى طرابلس. فاعتقد ان هذه امور ايجابيه يجب ان نعترف بها حتى لا تكون تطبع علينا الديمغوجيه والتعامل بدون حلول للمستقبل. طيب اعود معك مجددا سيد عبد الله العبيدي حتى نتجاوز هذه النقطه، تفسير هذه الزياره الخاطفه الى الشرق في الوقت الحالي، هل يعود لرغبه ايطاليا ان تاخذ ربما دور الوسيط بين الاطراف في ليبيا في وقت ربما شعرت فيه بان تاثيرها في ليبيا بدا يقل مؤخرا؟ لا، هذا ليس بالوضع الحقيقي. تفضلت سيادتك وقلت منذ حين انها تسجل في مواقف، هي الانتخابات القادمة أوروبية وتريد تعزيز حضور اليمين في البرلمان الأوروبي للتأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي عموما. والتنقلات المكوكية يعني لتسجيل بعض المواقف واستثمارها في الحملة الانتخابية القادمة وتعزيز وجود اليمين في البرلمان الأوروبي لا غير. ولا نستطيع الحديث على شراكة، يعني شراكة اقتصادية، يعني ليبيا حريف يعني وايطاليا مزود لليبيا، ليست هناك يعني كل ما في الامر انه ثم علاقات تجاريه مثل ما تفضل به الاخ عادل، وانا احيي المقاربه الواقعيه الصميمه للاخ عادل اللي يبدو ملم تماما بالاوضاع. لا 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 اقدر اقول، ونحن في تونس اعلم الناس بذلك لانه ليبيا مد وزجر بين تونس وليبيا منذ بدايه القرن الماضي عندما غزت ايطاليا ليبيا وارتكبت المجازر وعمر المختار الى غير ذلك. لا نستطيع ان نقول ان العلاقه حميميه، كل ما في الامر انه في العقود الاخيره تنقل الكثير من رجال الاعمال الليبيين ويعني ربطوا علاقات مع الوسط التجاري الايطالي، وهذا كل ما في الامر. يعني حتى عندما كانت علاقات برلسكوني مع المرحوم عمرو القداسي يعني تظهر وطيده وحميميه، كانت ايطاليا واوروبا يعني تؤد لقلب النظام الليبي واغتيال العقيد وكل ما في الامر. يعني مثل ما اشار الاخ شوقي على ما اتذكر يعني العلاقه بتاع السفيره مع مختلف الطوائف، هذه من منطق فرق تسد وليست من منطق انها تعير الاهتمام، لانه السفير عموما وانا شخصيا من شركه بلواسي، السفير معتمد للحكومه المركزيه لا دور له في العلاقات مع الطوائف او القبائل او العشائر الى غير ذلك. هما يريدوا تشجيع العالم العربي والمنطقه العربيه حتى يمروا اهدافهم باكثر سهوله وباقل تكلفه. هذا ما في الامر. طيب اذهب الى ضيفي سيد طلال. يعني سيد طلال، يعني تغيير استراتيجيه روما تجاه ليبيا، هل هذا يشرح تعسر حل الانقسام في ليبيا؟ ثم هل هذا يساعد فعلا على تيسير الوصول لتوافق بين الفرقاء أم أنه واقعيا يعزز الازدواجية؟ لك انظري، إيطاليا بلد ضعيف جدا في السياسة الخارجية، كل ما يمكن أن يقوم به الزيارات، النمو الاقتصادي، الاتفاقيات في الثمانينيات والتسعينيات وفي أوائل عام 2000 لم يكن هناك نزوح يعني هجرة إلى أوروبا
وكانت جميع الحكومات الإيطالية بما فيها كراكسي ودليما وأندريوتي وفورلاني وغيرهم كانوا يسعون إلى علاقة جيدة مع ليبيا لعدة أسباب. السبب الأول أن ليبيا بلد مهم جدا بالنسبة للاستثمارات وبالنسبة للمواد الأولية، ولكن علاقة إذا كانت إيطاليا تريد أن تذهب إلى الشرق وإلى العاصمة لأنها لا تريد مشاكل، لا لا لا، أنا لا أتكلم عن استراتيجية، إيطاليا ليست لها استراتيجية، هذه الحكومة قد تبقى بعد سنة واحدة وتذهب وتأتي حكومة بعدها وتسعى إلى نفس الهدف. يعني نحن نكبر دور إيطاليا وكأنها دولة عظمى، لا يوجد دولة، لا يوجد دور سياسي استراتيجي لهذه الدولة. يعني في لبنان مثلا يشاركون في قوات اليونيفيل يقدمون المساعدات للأهالي، فهم دورهم محدود جدا ويسعون إلى مساحة اقتصادية وشراكة وتجنب المشاكل. يعني عندما يتعاطون مع أكثر من طرف بليبيا، أنا لا أعتقد بأن إيطاليا عندها هذه السياسة الاستراتيجية لتطرد الروس من عند المشير حفتر، بل هي سياسة محدودة جدا. تريد إيطاليا استمرار العلاقة مع ليبيا لأنها دولة اقتصادية مهمة بالنسبة لها والاستقرار مهم بالنسبة لها، وهي فرصة كما ذكرت لليمين الفاشي بأن يعيد علاقاته على أسس جديدة ويصلح الماضي. نعم، طيب أختم معك سيد عادل الدباش، يعني حضرتك ترى بأن طالما الداخل الليبي منقسم على نفسه فإن التدخلات الخارجية كإيطاليا مثلا تتواجد في ليبيا فقط لي يعني تحقيق وخدمة مصالحها فقط. طبعا جمع البيانات والمعلومات الاستخباراتية، وبالتالي بتكون هي تحاول تكون موجودة، لأن اللي موجود على الساحة بدون منازع الناس كل عارفة والعالم عارف أمريكا بريطانيا روسيا، فبالتالي إيطاليا تحاول تكون موجودة، لو حتى تكون 3-4 زيارات لطرابلس البنغازي تكون ملمة، فبالتالي ما عندهاش حتى علاقة بالوضع الاستثماري ولا باش تقدم حتى يد المساعدة لليبيا. يحكي زميلي ما سبق يحكي على كارثة درنا، درنا كارثة طبيعية، الكوارث الطبيعية الدول كلها دول العالم تنضم، لأن دول العالم كلها مشتركة بالاتحاد الأوروبي، مشتركة بالأمم المتحدة، فبالتالي لازم أي دولة حتى اللي متقدمش تقدم حتى إن شاء الله 10 دينار مو مقدمت في النهاية. شوف أنت في كارثة تركيا ليبيا وضعها استثنائي ووضعها حرج وقدمت مبالغ طائلة للدولة التركية، فبالتالي هذه الكوارث الطبيعية ما نحكموش عليها كونها قدمت، شو قدمت أنت؟ يا خلاص قول أنا مع إيطاليا والسلام عليكم. يا ودي راه شوفوا يا ناس ويا ليبيين من المنبر هذا نقول لكم، لو اتحدوش أنتم لتنفعك إيطاليا لا فرنسا لا أمريكا لا بريطانيا، فبالتالي لازم نكونوا يد واحدة وتحاولوا بروحكم تحاولوا أو جاكم بتالي جاكم فلان جاكم كذا، وما زال لو انتم تقولوا لا للشخص هذا حتكون خيرها تونس، هاي تونس ما خمتش فيها ثوره، تونس هاي تونس متحدين، وحتى ولو وضع تونس ما زال ان شاء الله تونس حتكون افضل بكثير الايامات الجايه، ومع هذا تونس متحده وكذا. الانقسام احنا قاعد يجينا من الغرب ويجينا من الاستعمار ويحاولوا ليبيا يقسموها على 17، وهذا اللي قاعد حاصل في ليبيا. اختم معك سيد عادل الدباشي الخبير في العلاقات الدوليه، اشكرك جزيل الشكر. ايضا طلال خريس مسؤول العلاقات الدوليه في جمعيه الصداقه الإيطالية العربية، وأيضا عبدالله العبيدي الدبلوماسي التونسي السابق، وأيضا شكر موصول لخالد شوقي نائب سابق في البرلمان الإيطالي ومدير الشركة الإيطالية للدبلوماسية. مشاهدينا نلقي نظرة سريعة على تناول بوابة الوسط لأهم المواضيع خلال ال 24 ساعة الأخيرة، تفضل. We'll be right back.
الختام زوروا موقعنا الوسط دوت الواي. ابقوا بخير.